هذه وحدة سيدي في النهار ديال رمضان الصيام، وهي لابسة واحد الكسيوة مقزبة ودايرة لك واحد التماكيجة. إوا ما يشافوها الناس ونهار الصيام تعجبوا، هما يقولوا لها اش هادشي دايرة بنتي، هادشي راه حشومة وعيب وعار والصيام هذا. قالت لهم راه ما دايرة والو، انا راه غير عليا واحد الكفارة. وما سولت الشيخ قال لي خصكي تفطري 60 مسكين. ساعة هي مسخوطة الوالدين فطرت الشارع كامل، ماشي غير 60 مسكين. هذا واحد خيلة سولوه قالوا له اش من رحلة في حياتك دوزتيها زوينة؟ ايوا قال لهم الرحلة اللي في حياتي دوزتها زوينة هي فاش مشينا انا وخوتي مع مرت ابونا للحج. ايوا هي كتدعي علينا وحنا كندعيو عليها، هي كتدعي علينا وحنا كندعيو عليها. يوم ما كنا راجعين ديرنا قصيدة ودقدقنا كاملين. هذه وحده سيدي وجدت الغدا لراجلها وحطاته له. ايوا مي جلس يتغدى نسى ما قالش بسم الله، وهي تقول له الراجل وقول غير بسم الله باش ما ياكلش معاك الشيطان. ايوا قال لي على هاد طيابك الزين الشيطان والله ويبقى يموت بالجوع ما يدوق حتى منه، فبقى ياكل معايا. هذا واحد خينا اتصل بالبوليس وقال لهم عتقوا عتقوا واحد القصيدة مفلسة، راه الرموكات داخلين في الكيران والكيران داخلين في الرموكات والطوموبيلات مقلوبين وشي داخل في شي. ايوا قالوا ليه البوليس اعطينا فين بلاصه نتايا فين وقع الحادثه. ايوا من عطاهم البلاصه فين وقع الحادثه بقاو جاوا البوليس يقلبوا وما يلقاوه سكران في لافيراي. هذا واحد خينا سيدي نزل من السياره ديالو بكل تواضع وحل الباب لمراته، وهي تعجب قالت له يا سلام يا حبيبي على رومانسيه ولات فيك حتى وليتي تحل لي الباب. وقال لها نزلي لا غتنزلي المصيبه، راه الباب كتحل غير من برا كاع ما كتحلش من الداخل. هذا واحد التلميذ غمز الاستاذه ديالو وهي تغوت عليه قالت له نوض قاعد نوض جيب ولي امرك. ويضحك داك التلميذ قال لي اوا استاذه انا راه مازال ما معولش مالكي مزروبه.